عماد مرحبا. اهلا وسهلا. مرتاح شوي؟ اقعد مرتاح انت زاده شوي. ارخف روحك، هاك تقولش عليك فيها من الدوله وتليفون بحذاك. دخلت لمن الدوله قبل؟ دخلت هي، مش على الارهاب. على شنو؟ على الافكار المحجوزه اللي حجزوها عندي، افكار مش لا مولوتوف. افكار تصنيفها كيفاش كان؟ افكار مستنيره. مستنيره؟ وانت تليفون هذا كيفات؟ عرفاتك يسمعوا في البحث ويعطوك تعليمات شنو تسال هكاك فيها من الدوله. رح. افكار مستنيره؟ اي. وقفوك عليها؟ اي شويه مش مدعبه. شنو اهم فكره مدعبة. اهم فكره تعبوك عليها شنو؟ تلا قبل احنا العرك شنو كان مع في العهد السابق. العرك مع دساتره كان على المسائل المتعلقه بحريه التعبير وبالديمقراطيه. علاش اليوم العركه مع دساتره ما عادتش عركه اساسيه؟ اليوم ولينا نتعاركوا على الحرام والحلال ودخلنا في منطقه اخرى، ولات المعركه ثانويه مع دساتره. باهي باش نحكيوا فيها هذا الكل. خلينا نبداو بحاجه. 1 جوان و14 جوان في كلمه. في العام 1 جوان 14 جوان يعبروا على حاله غضب بمشاريع ربما مختلفه شويه، ما يعبروا على حاله غضب. يلزم العباد اللي تسمع في الناس هذه تعرف اللي فما غضب. به حب الناس غايه صعبه المنال. استاتيو هذا قلته صحيح. تتفكر كملته؟ والله نسيت، خاطر انا راه وانا نحس نفكرك. انا نحس ما نكتبش في البريون، راه وانا نحس نكتب على بلاصه. حب الناس غايه صعبه المنال، وان نلتها تصبح المسؤوليه ثقيله. نعم. شكون تقصد بالكلام هذا؟ نقصد سي عبد اللطيف المكي؟ لا، نحكي على روحي. دخلني في المكي والفخفاخ. تحكي على روحك؟ ما يتقارنوش بي المكي والفخفاخ. انا اقوى منهم وخير منهم. فيش؟ في كل شيء. في المسيره نتاعي، في اللي تحب انت، في افكاري، في برامجي، في اللي تحب. فخفاخ ش عنده؟ شد وزاره الماليه عام 2013. سيد رئيس الحكومه. عطاه الفلوس الخوانجيه. اي متفاهمين رئيس الحكومه. اي شنو عمل؟ شنو الباركور اللي عمله؟ وين يعرفها السياسه؟ تضرب في الجامعة، عمل لجيات، تهدد، رافع كيفيانا في القضايا السياسية الكل في عهد بن علي، ما عنده حتى شيء. السي في نتاعو دخل بعد 2011. عبد اللطيف المكي. عبد اللطيف المكي مناضل في حزبه، نختلف معاه في أفكاره. مش كيف كيف. مش هو اللي كسب ثقة الناس في الفترة هذه؟ ثقة شنو يا ولدي يهديك؟ راهو هذه الزعامات كلام فارغ. يا ولدي يهديك؟ إي يهديك، إي يهديك وينوب عليك. هذه كلمة يهديك قبل في يمن الدولة اعتبرها معناها توجه إسلامي، هذا عام حبس. يهديك فهمتني؟ به آه. كمل. يا عبد اللطيف المكي ما كسبش ثقة العباد في الفترة هذه؟ يهودي يهديك يرحم بيك. فما إيكيب سيتان ترافاي ديكيب. عبد اللطيف المكي عمل له شو له فولكلور، طلع يفرق، يجيب يركب على بسكليت، يعمل في السبور بواحد ويفرق في الكمامات في باب سعدون. شوف فولكلور، شوف يهديكم، كون عندكم ذاكرة قوية للعملية استراتيجية. علاش ما نقولوش للمحسن أحسنت؟ علاش؟ يا ودي مش محسن أحسنت، شارك ربما بارك الله فيه، أما ما تسرقوش تاريخ الناس. صنع الشيخ بدأت هي تحط في استراتيجية والإيكيب اللي معاه. علاش تختزلوا التاريخ؟ علاش ما عملتش كي نور الدين البحيري اللي علاش هدي روحك هدي روحك هدي روحك. هو مجاهد. سرقنا تاريخ بورقيبة وتاريخ الوطني الغنوشي كله ورجعنا الغنوشي مجاهد. فاجأتني قلت لي نحكي على روحي. نحكي على روحي. فاجئتني يا ودي نحكي على روحي حتى الناس تو باش يشوفوك باش يتفاجئوا. انا اليوم نقول بوركوا با موا كارتاج. شبيهم اللي مشاو لكارتاج خير مني بعد 2011؟ مش مخير مني. كل عبدي نجم يقول للروح بيان سور. اي ساعات المخ يهزك الاثنين. لا 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 انا عندي ثقه في روحي. علاش ماكش في كارتاج؟ تو وقت نقرر باش نمشي لكارتاج، تو نتقدم للانتخابات. نجم توصل؟ نجم نوصل. واللي يخاف وما ينجمش يوصل ماذا بيا يصبح حرق. تعتبر روحك من الشخصيات المؤثره بكلامها بمواقفها؟ هذا ما ينجمش نحكم عليه انا. يقولوا الناس اللي انا مش نرى فيلسوف، انا نعبر على الضمير الجماعي. فما ناس يحملوا نفس الافكار وتجيهم نفس الافكار كمواطنين. شكون حطك باش تعبر على الضمير الجماعي؟ يا ولدي فيسبوك راهو حساب شخصي. شوف. اسمه خلينا نفسر لك، خلينا نقولوا مع كلمه. نجم نقول مع كلمه؟ نجم. اي حساب شخصي هذاك معناها تعبر فيه كان على مواقفك ورايك. اي مش بضمير الجماعة. نجم تعجب اخي انت الشاب كي يكتب القصايد نتاعو يكتب فيها روحه. ما يكتب فيها تمثل روحك تو بالشاب يولي. لا كل حد في مجال. جنون العظمة. باهي. اي جنون وثقة في جنون العظمة. يعيشك. عماد بن حليمة كيقول فلان الفلاني يشكل خطر على تونس. اي نعم. شنو هو معيارك في التصنيف هذا؟ مكتبها في لا باش نعطيك باش نعطيك السؤال اللي من بعده. شكون اللي تقول عليه اليوم اختار على تونس؟ بس انا سميته اني جايك. شنو مقياسك في باش تقول الشخص هذا اختار على تونس؟ القانون. القانون يقول لك اللي يعرض حياه التونسيين للخطر في الخارج ولا يجر بتصرفات معينه ينجم يجر الدوله الى حرب، هذه جريمه على اعتداء على امن الدوله الخارجي. على شكون تحكي هوني؟ على راشد الغنوش. والطلبات الاولى نتاعي بتاع اعتصام
واحد جوا هو التنحية الفورية تاع رجل غنوشي، لأنه اليوم ولا يشكل خطر وهو عنصر توتر خارج البرلمان. والكلام هذا ما قلتوش هكا، قالوا رئيس الجمهورية ليلة العيد بعث له بمعايدة خاصة، مش أنا قلت فقط. رجل غنوشي اليوم يشكل خطر على تونس طبعا، وهذا ونزيد نذكرك عبد الفتاح. شنو سبب عبد الفتاح مورو الأستاذ عبد الفتاح مورو اللي استقال البارح، فهمتني؟ هي. عام 2017 قال راشد الغنوشي هازز الحركة إلى المحرقة. مستانس كل مرة تكشف لنا بملف سري وجلسة سرية، عندك بريود ما فما حد شيء. شنو جلسة سرية؟ مصادرك ما عادش مقربة؟ لا لا لا، ما فما أولويات في الأخبار. دولة كلها مخترقة. ومصادرك؟ فيسبوكية؟ ليه؟ ما نخدمش بالفيسبوك. مالا منين مصادرك؟ من القاعدة متاع الواطية اللي يلقاو فيها اسمي باش يصبوا لي الفلوس. نجم تمد يدك باش تتعاون مع ناس من خارج تونس؟ ما نمدش يدي، خاطر انا مش اللي نفركس في خدمه، انا نخدم محامي وناجح ولاباس عليا والحمد لله، مش جاي كبير وشغل لوج في خدمه، انا نخدم في بلادي وما عنديش مزيه على بلادي. وهذا الحديث نتاع محامي وناجح تقييمك؟ لا ناجح هاي بكل مقاييس. اي ما محامي يكشف ملف ويتوقف مده منها باش نرجع له الدوسي. لا لا توقف ديما في اطار، وني جاوبتك على الموضوع هذا وحبوا يطلعوا. ليه توقفت؟ وقفت ولكن القضاء انصف. اي محامي ناجح معناها باحتراز. باحتراز شوف اللي يلعب بحتراز. يا سيدي محمد اللي يلعب ما ينغرش، حتى كان يقتلوني ما ينغرش. لطف عليك. لا لا ما داخله في البرنامج. نتعديه النقطه اللي بعدها. نتعديه وي. ملف احاله ذبات الديوانه على التقاعد الوجوب. اي طبعا سي عماد بن حليمه عنده نظريته الخاصه. صحيح. حسب رايك علاش؟ علاش انا هذا نعتبره اجراء غير مرضي. علاش غير مرضي؟ لأنك أنت إنسان سارق ولا خاطف ولا فاسد عديل المحكمة، شو يقعد في الدار والمجموعة الوطنية تدفع له فلوس؟ مش معقول. أما أنا نعرف، أنا نقول لك أنا نعرف، قلت لكم راه صعيب شوية، خاطر جماعة الديوانة وجماعة شارع مدريد خصوصا الأبحاث الديوانية عندهم ملفات متورطين فيها من مجموعة يوسف الشاد. واليوم يوسف الشاد في ائتلاف حكومي هو التيار، والتيار هو اللي شدد لمكافحة الفساد. صعيب برشا باش تحل الدوسية هذاك. بالأدلة؟ بالأدلة. أما مش في التلفزة. في المحكمة. مستعد تمشي للقضاء وتقدم هذا الكل؟ موجود ديجا في ملفات كيما ملف الزيت. نعمل كلاندر. واضح. في تاريخ 25 ماي 2020 تقريبا ماضي 3 وربع، تعمل فيديو تدعو فيها النواب انهم يتحلاو باللي قلت عليها انت شويه رجوليه. نعم. الرجوليه مطلوبه والوحده في الموقف. الله يرحمه معمر القذافي، تتذكر اش قال في القمة العربية كي يحتج كيفاش سلمتوا كيفاش القادة العرب ما تكلموش وقت صدام حسين سلموا للشيعة باش يعدمون نهار العيد. قال لهم الدور جاي عليكم واحد واحد. أنا نقول لهم نفس الشيء اليوم مثلا عبير، غدوة أنت بعد غدوة أنت، الدور جاي عليكم واحد واحد. هذاك علاش لازمكم تكونوا رجال ومتوحدين، راهو هذاك هو مشاكل الماكينة اللي تحب تاكل الناس الكل. عندك طموحات سياسية؟ طموحات سياسية إذا كان أنا جيت نحب مثلا نجوفي زي مجلس النواب راني ترشحت المرة هذه. ما مش نجمش تجيب أصوات. كان جيت تعرف راك تجيب أصوات راك ترشحت، ما تنجمش. أنت قول لك. أي ما يسالش يعطيك ساعة على الأقل عامل شكوبة. سؤال خاطر أكليتك أنا. ما يسالش ما يسالش. سؤال أنا طيحتك شكوبة. سؤال خاطر نحسب أنا راه ولا وراه. هاي هاكا أنا أعطيتك شكوبة. باهي محاسبي. السؤال الأخير تصرح على الضرايب؟ بيان سور هكا قدامكم إدارة الجيبي كل شهر ما عنديش حتى محضر. ونتحداهم. شكرا لك. ستان بليزير. وخلي تليفونك محلول. مش عاودوا تعيطوا لي. كان استحقين لك.